بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صاحب الأسود وهذا إن شاء الله تعالى مقال عصوب أسود وهذا مقال كان عصوب إن شاء الله تعالى وحكاة ضغية ومركز يداد كوريوتيد أذيق أوريادة كوردية محنا هردو آياد هردو كلا كسي نحريوت. مقال كان دلائل إيو لما إيو إشارات كلا دوان أيوليه مفسرين تا حضو مركزي وحي دروف تقفك أي كوقيميين قفك الشاديونية هاي أدي دوم رايتهاي أدي لقوينتم إن شاء الله تعالى مقال كان نياد وقبق الدمتا إنت كوري سيسي. صلوا على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم فلنبدا على بركه الله. صلوا على ما حنا قنيس تفسيرك اركتيده هردو اتريكو اركيس اركتيده هردده هاد ريكو اركيسيد وحيت المهمسا انه تشرو شخص حن او معناه قف كريونيا كوريكسن كاسو مرول بخيامينيا معناه مرول با يخادعك اركتيده مركاسي هردده اد كو اركيسيد ريداده هردو كو اركيسيد اديغو مركاسي جنبي دينا دينا او تشي فريده دحديده وحيت المهمسا أرزاق يرزق قفك ريوضي وتربضاً خير فربضاً نلوشي سيني كسو صعب أركتيدة قفك هردية إساقو هرددة مركاسي كتشرا وكريوضو هردك لا إساقو دبر نبر أوتشيفة وحيت المامسة إن قفك ريوضي وكتغلوصا أيو لماان همومتا إيا حزان تمرقوين كنلوشي سي كتشرا أركتيدة قفك هردية إساقو مركاسي وهردية معناها شخصي كلا أكتيفة أو مجهول أو سنقرانين أكوردة هدوري ذو كواركا وحيت المامسة إن شخصي الرياضي وليه مركزي شخصية آدو ضعيفة سيدو كلا أوسن وآبيالينين تجاهها يميشا ينالو شيسو كسعطو يوحكو دعاية معنا ما آبيالاي ما كلا تعلو إنو مركزي هر مرقارو إنو اسكنولادو إن لديلو ولا شيسا دادكي سلال لبات وحاسو إيو معنا الضمير بني آدن نمدي سوى يرتهي وواي أركتيدة قفك هردية إساقو مركزي كوريوني إساقو أوتشيفة وهردية على العلال علوش معنا علوش الروكريت وحيت المامسة رزق قفك ريوضي حولا فربضاً يرزاق فربضاً وقتي يسوس عضينا ومعنا إن شاء الله أركتيدة قفك ريوني هردية إساقو مركزي هردية حضنا شخصي مركزي أما شخصي هردية كسو كعية ريادة نحذيذة ميفامي سن ونين هردية وقسي ريوضي إساقو هردية هردية أيالي كسو كعية وحيت المهمسة إن شخصي قاسي وقعان كسين دونه قفك كسو كعية وقف مركزي تاغيرا كسين دونه وكقرب تاغن تفسير كالريادة هردية أركيسي إمام نابلسي محوك قبع أركتيدة أذيقو كهردية دولك أذيقو كهردية دا أركتو حي مركزي كوهو بشارينا إسا بوغشادة قف كريوضي مقابيرتي قبوراه ومردو بوغانايا أركتيدة قف كهردية إساقو هردية لنع أما لنع بديح مركزي قعانتا بديح بركن وحيت المهم إسا دنوبتي مع سيدة تنادة بلان مع قف كريوضي يكافو غان شيء ربي سبحانه وتعالى أركتيدة قفك إساقو مركزي لنع بديح وشيفة أما عندهو أركتيدة قف كهردية إساقو كل حردة باور نحديثة ama gaari la xidisa waxa uu tilmaamaysaa in qofka riyooday uu yahay shakhsi degdeg badan ee dhamaan qaraaradkiisa ama go'aanada uu qaadanayana uu qaato si aan kafiyasi lahayn oo san ka fikirin tafsiirka aragtida hordada gabadha la qabin aragtida gabadha la qabin horda markaasii ay ka soo toosayso maxna qonaysaa waxa uu tilmaamaysaa in gabadhaasi ay tahay gabar xakiima oo xikmad badan dhamaan umurteeda markaasii ay qabanaysana ay tahay qaabka loogu macna qaabkii mukallafka ahaa ee loo saaray ee loogu dareenay ka qabaneeso sida ugu dhameystir ka fiicana ay markaasii u qabaneeso macna gabadhan aan la qabin qaabka ay u hurdeyso waa qaabka macna qaabka hurdo soo jeed amana oo hurdo macna iskama galin qof ma jiro oo markuu hurdo oo jeefo wax walba agtiisa ka dhacay oo maqlaaya laakiin uu hurdaa hadana taa amal weeriyadaas aragtida gabadhan la qabin iyadoo dhabar dhabar u jeeftaa waxay u tilmaamaysaa inay tahay macna hurdada waa hurdo hurdo kale ku jirta taa ila fahma waxay u tilmaamaysaa inay tahay gabadh markaasi multazimada oo diinteeda markaasi ku multazima oo u dhow rabbigeeda subxaanahu wa ta'aala qariib ah rabbigeeda u dhow waxaana qonaysa tafsiirka aragtida hurdada gabadhan la qabin iyadoo hurdo ku jirta aad aragto aragtida gabadhan la qabin hurdada nooc loo yaqaan hurdo soo jeed iyadoo ku jirta aragto waxay u tilmaamaysaa inay tahay gabadh xikmad badan sameynaysa dhammaan afcaashayda iyadoo loo diray shaqadii lagu waajibay sida loogu talagalay iyo qaabka ugu fiican inay u qabanayso aragtida gabadh kaliya aan la qabin u saaxanaysa dhabarka ama qaab dhabar dhabar u saaxanaysa waxay u tilmaamaysaa gabadhaas inay tahay gabadh markaasi multazima oo diinteeda ku dhegan rabbigeeda subxaanahu wa ta'aala u dhow aragtida gabadh aan la qabin oo kaliya iyadoo u jiifanaysa calool calool caloosheeda markaasi ku jiifanaysa macnaha calool iyo calool si loo jiifto kuli waa taqaanaan waxay u tilmaamaysaa waxa ay sameynaysa dunuub iyo macaasi tiro badan nolosheeda ku jira gabadha aan la qabin haddii aragto iyadoo u jiifanaysa ama hurdaysa dhinac dhinac u jiifanaysa waxay u tilmaamaysaa inay noolaan doonto waqti markaasi degan oo ay ku raaxaysan doonto nafsadeeda raaxad helayso una dhowaanayso u dhowaanshahayda rabbi subxaanahu wa tacaala tafsiirka aragtida haweeneyda aan la qabin haweeneyda la qabo aan dhaho gabadha la qabo
تفسيرك أركتيدا هردده آد هرده يسيد ريدا كواركي يسيد هاوين ايدا لقبوه هاوين ايدا لقبوه هدي أركتو إيضا مركاسيو هرده يسا دبر دبر هرده يسا وحيوت الماما يسا إن أي جعشة هاي جعال كيدا إيو يريتان كيدا مروال باقي رادين يسو إن أي عرور درشو أي توسين يسا أركتيدا قبرد لقبوه هاوين ايدا لقبوه إيضا لين عدين عود شيفته أما جنبي وحيوت الماما يسا إن أي هاوين مسؤولية دا صور دحيسا يدا نينكي دا أولاد دا سيف عنو قدنيسا عركتيدا وين دا لقبو يدا مركاسي هور ديسا يدا تاغن وحيوت الماميسا درينكي دا دالكا إرحا قطريد بضن واجباتكا مكلفكا أهلا ساري وآدو بضن نواشا دا كتر أغيد عركتيدا وين دا لقبو هور دا لو يقارنو سوچيتكا يدا هور ديسا دنا وحوال بلاس عطا وحيوت الماميسا نيتا هويني متواضعة دا ومركاسي دلقاد بضن تواضع بضن مروال باح أقبالي سان نصيحة ضدك كلاي أتشيديان تفسيرك أركتيدا هرددا أوين إذا مركاسي الأور كلاي أوين إذا حاملة دا أركتيدا كركر وشيفتا لبر نبر وشيفتا عوت المامي ساح إنا يتهاي أما لغوتن بيهنا أيو لأغيسين أيو نصد إذا إي عفمات كيدا إنساي أور كأي كجرته أغيسيس لغوسينا أوين إذا أور كلاي حدي أي كريوتو يدا مركاسي أتشيفان إيسا أتشيفتا على العلال وعوت المامي ساح إنا مركاسي تهويني أنانيه دا أو معناه أناني وحليلا دا سلبش حويني أنجا كليا معنا مر والبنا صدى إذا جعل وحي مثل حد إذا كليا أنا صمد نسا وزلفش اللي قانا إنجليش كا أنا نية عربي اللي قانا صماليجا قفكي قانا يعني لو ذا جاي أريت إذا وين إذا أور كلا يدو مركز اللي ندنا عود شيفته وحيوت الماما سنة حويني في عن قلبي طيب له مشاعرك نمشي إذا أيه نكون في عن حويني إذا أور كلا حد أريت إذا قورين نسا أو ريادك قورين نسا وحيوت الماما سا نيسن معنا مركزي انتباه فربلا أيسن لحين أي إهمال سي عافمات كذا حلقة أوركاي لذا حضارته إذا قورين يسمع أنا هردة وتقانين كل قورسك تفسير كاركت إذا هردة أي أركيس هوين إلى فري أركت إذا وين إذا لفري يدو اللي تشيفت له هردة إسح ريدا لحد ذكر كيسا نين كذي وحيوت المام إسح إن يجعش هين إن كاسي كنا قطنين كهري هذا وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمتم في رعاية الله وحفظه السلام عليكم.